بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا زميلكم حسان شوربة، أحببت أن أحدثكم اليوم عن استخدامات المجهر السني في مختلف اختصاصات طب الأسنان، خاصة وأن هذا الجهاز عرف باستخداماته في مداوات الأسنان اللبية فقط، ولم تتم الإضاءة بشكل كافي عن استخداماته في شتى مجالات طب الأسنان. هناك ثلاث نقاط أرد أن أتنويها عليها بالنسبة لهذا الجهاز. الأولى هي أنه فعلا قدم مجموعة من التسهيلات للقيام بمعالجات لم يكن من الممكن القيام بها قبل استخدامه، كمثال استخراج الأدوات المكسورة من داخل الأقنية في المعالجة اللبية. ولكن إضافة إلى ذلك، فإنه قام بتسهيل وزيادة دقة مجموعة كبيرة من المعالجات بما فيها مداوات أسنان لبية واختصاصات أخرى. ونقطة ثالثة، لأنه قدم تسهيلات فيما يخص ممارسة المهنة عموما وبشكل خاص والوقاية من الاضطرابات العضلية الهيكلية. نبدأ طبعا بمبحث سريع عن بعض استخداماته في مداوات أسنان لبية. فقد أفاد هذا الجهاز في سبر الأقنية صعبة السبر الضيقة والتي تحتاج إلى بحث كالأمبيتو والأمبيتري في الرحلة الأولى العلوية، أيضا سبر الأقنية المتكلسة والتي حتى يصعب رؤيتها على الصور الذروية، إضافة إلى كما تحدثنا معالجة الأخطاء الموجودة في نظام الأقنية اللبية كإزالة البراغي أو ما يدعى بالأوتاد، طبعا الأوتاد المحلزنة المكسورة داخل الأسنان كما في هذه الحالة، وإزالة أدوات مكسورة أيضا. لكن أردت من هذه المحاضرة التنويه على الاستخدامات الأخرى وليس في موضوع معالجة مداوات الأسنان اللبية التي اشتهر بها، وإنما الإضاءة على نقاط أخرى. أردت الإضاءة على ما يدعى بالإرغونومكس، أيضا كلمة نسمعها دائما مع المجهر السني، والذي يسمى أصلا ليس endodontic microscope وإنما operative microscope، أي المجهر العملياتي. من اسمه نعرف بأنه يفيد في مختلف عمليات طب الأسنان. ماذا تعني كلمة ergonomics؟ ergonomics relating to or designed for efficiency and comfort in the working environment، أي مصمم لتأمين الكفاءة والراحة في بيئة العمل. فإن استخدام المجهر السني قد أمن وضعية مثالية للطبيب أثناء العمل، وبالتالي الوقاية من الاضطرابات العضلية الهيكلية. طبعا أريد هنا التنويه على بعض النقاط السريعة في الاضطرابات العضلية الهيكلية، وهي أن الاضطرابات العضلية الهيكلية في مهنة طب الأسنان يفاقمها أمرين أساسيين، وهما أولا التركيز العالي من قبل الطبيب، فإن العمل مختلف إجراءات طب الأسنان يحتاج تركيز عالي جدا للحصول على دقة عالية في المعالجات، وبالتالي إنذار طويل الأمد يمكن التنبؤ به. وهذا التركيز العالي يحول أي انحناء بسيط مثلا في الرقبة أو أي وضعية بسيطة في الكتفين أو الذراعين أو المرفقين إلى وضعية ذات إجهاد أعلى، فقط لأنها تتم أثناء تركيز عالي ودقة عالية محتاجة في العمل. إضافة إلى ذلك، فإن بعض الوضعيات تحتاج الطبيب البقاء عليها لفترة عالية لمدة طويلة، وهذا الأمر أيضا يزيد من الإجهاد على جهاز عضلة هيكلية للطبيب. الآن ما هي الوضعيات التي يحتاج إليها الطبيب في أثناء العمل والتي تتسبب اضطرابات عضلية هيكلية؟ طبعا لدينا في جهاز عضلي هيكلي عدة نقاط يجب التركيز عليها أثناء العمل، وهي المرفقين والكتفين والرقبة وأسفل الظهر، يضاف إليها طبعا الرسغين وسلامات الأصابع والضغط عليها. ولكن أردت التنويه هنا إلى أن وضعية المرفقين بشكل مثالي يجب أن تكون على طرفي الجذع، وكلما ابتعد المرفقين عن الجذع كلما تسبب ذلك بإجهاد على الكتف و العضلات تصل الكتف والرقبة وبالتالي ينتقل إلى الرقبة، أي حتى لو كانت الرقبة وضعية مركزية في حال ابتعاد المرفقين عن الجذع يتسبب ذلك بآلام رقبية ومشاكل رقبية. لأن المجهر السني يؤمن وضعية مثالية للمرفقين على طرفي الجذع وعمل برؤية مباشرة أو غير مباشرة
في داخل الفم ومختلف مناطق الفم دون الحاجة إلى تبديل هذه الوضعية، لأن المجهر يحتوي على مجموعة من المفاصل التي تتحرك عوضا عن جذع الطبيب ورقبة الطبيب ومرفقي الطبيب وأكتافه. حتى العمل على بعض أدوات الأخرى المسهلة والمساعدة والتي تساهم في الوقاية من اضطرابات عضلية هيكلية يحتوي على بضع انحناء كما نرى هنا. استثناء اللوز تحتاج إلى انحناء نوعا ما في الرقبة، هذا الانحناء كما تحدثنا بسبب التركيز ومدة العمل الطويلة يتفاقم تأثيره على طبيب الأسنان. بينما بنفس الوضعية أو نفس مكان العمل الذي هو الأسنان الأمامية السفلية أو الفك العلوي، لاحظ عند استلام الجهاز كيف تكون وضعية الطبيب بشكل مثالي. أيضا بعض المناطق في الفم تحتاج إلى انحناء بالرقبة وبالجذع كالعمل على السطوح اللسانية للأسنان السفلية بشكل خاص. نلاحظ بأن الرؤية المباشرة لها تحتاج إلى انحناء كل من رقبة المريض وحتى الطبيب. يقوم المجهر بالانحناء بدلا من رقبة الطبيب كما نرى، وتبقى وضعية رقبة الطبيب مركزية كما نرى هنا. إضافة إلى هذه العمل على هذه السطوح يحتاج إلى انحناء نحو الأمام من أسفل الظهر ومن الرقبة. أيضا المجهر هنا يؤمن هذا الانحناء كما نرى عند العمل على الفك السفلي ينحني بهذا الاتجاه إلى الأمام، وعند العمل على الفك العلوي إلى الخلف، عوضا عن قيام الطبيب بهذا الانحناء. مقارنة بسيطة بين العمل على مجهر وضعية مثالية. العمل استخدام اللوبس هنا نريد التداخل على السطوح اللسانية للأسنان السفلية. العمل على المجهر يمكن من القيام بعمل برؤية غير مباشرة، أما العمل بدون مجهر يحتاج إلى وضعية بعض الأحيان غير وضعية الساعة 12 مثل وضعية الساعة 10، وتسبب هذه الوضعية برفع يد الطبيب فوق رأس المريض وبالتالي إضافة توتر على الكتف، عضلات تتصل بين الكتف والرقبة والرقبة. فنستخدم أي أدوات تسهيل الإجهادات تتفاقم. بعد الحديث السريع عن أيضا استخداماته في تسهيل عملية أو المهنة بشكل عام والوقاية من اضطرابات عضلية هيكلية، أريد الإضاءة أيضا بشكل سريع على استخداماته في مختلف تفاصيل طب الأسنان. فمثلا في تعويضات الأسنان الثابتة يفيد في تحضير الأسنان بدقة عالية وبرؤية غير مباشرة لكافة السطوح كما نرى في هذه الحالة، مثلا حالة ضاحكين علويين لتحضير خط إنهاء بسيط. أريد رسم شبه كتف بدل خط إنهاء بسيط. لاحظ العمل الآن تحت المجهر بشكل كامل برؤية غير مباشرة، حتى أن العمل تحت المجهر أيضا يبعد رأس الطبيب عن مناطق العدوى الممكنة، يصبح أبعد عن الإرذاذ وبالتالي أقل احتماليات العدوى. نلاحظ هنا التحضير كما يمكن استخدام تكبير أكثر لرفع دقة الأعمال وتحضير كافة السطوح، السطوح الملاصقة مثلا برؤية غير مباشرة. هذا السطوح جهز. أيضا إنهاء حواف تحضيرات، وأيضا العمل على المناطق تحت اللثوية سواء بالتحضير أو حتى اختصاصات أخرى. فمثلا هنا في تعويضات أسنان ثابتة يمكن القيام بتحضير تحت اللثوي مع أبعاد اللثة بأقل نزف وأقل ضرب ممكن من يستخدم أيضا المجهر السني في بعض التداخلات في علم النسج حول السنية، أمراض النسج حول السنية. فيمكن استخدامه أيضا لإجراء قطوع لثوية غاية في الدقة كما هذه الحالة، قطع اللثة باستخدام المصفى الكهربائي دقة عالية جدا تحت المجهر.
وأيضا القيام بقطع العظم لأجل القيام بتطوير تيجان دون رد السن المجاور بواسطة التكبير والرؤية المباشرة والدقة العالية للعمل. أيضا في أمراض نصف الحوض السنية يستخدم المجهر لأجل القيام بتجريف لثوي للجيوب مع رؤية مباشرة للقلح تحت اللثوي. هذا الأمر الذي يؤمن إنذار أعلى للمعالجات والتنبؤ بإنذارات أعلى للمعالجات خاصة في الجيوب متوسطة العمق دون الحاجة أو اللجوء إلى الجراحة وتنبؤ عالي إنذار المعالجات حيث يمكن رؤية القلح تحت اللثوي بشكل مباشر. كما نرى هنا يمكن تأكد وجود القلح وصف كبير والقيام بإزالته. أيضا للمجهر استخدامات هامة جدا في ترميم الأسنان وبشكل خاص تجميل الأسنان. أعرض هنا حالة سريعة لأربع أسنان أمامية تحتاج إلى ترميم، وكانت خطط المعالجة هنا بما أنها أسنان حية وغير معالجة طبيا القيام بترميمات مباشرة مع وجه تجميل مباشر. مراحل العمل أمامكم من تطبيق الحاجز البطاطي المكعب ومن ثم تطبيق طبقات كومبوزيت قياس عرض الأسنان لتماثل نظيراتها، وهنا حالة نهائية كما نرى. حتى الحشوات التجميلية أصبح لها بعد آخر من خلال انطباقها على حوار السن وجمالية الحشوة وتفاصيل العمل كما نرى. شكرا لمتابعتكم، أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم لمحة سريعة وبسيطة عن استخدامات المجهر عموما. فأعود وأنبه وأقول بأنه يسمى بالأوبريتيف مايكروسكوب، والذي يعني المجهر العملياتي مختلف عمليات طب الأسنان، والذي أفاد بشكل كبير وقدم ثورة في مداوات الأسنان اللبية، لكنه أيضا قدم يعني فوائد كبيرة وتسهيلات كبيرة في وضعية العمل وراحة العمل ودقة العمل مختلف المعالجات. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله.